الجزائر دولة سيدة مستقلة منذ 62، وانتخاباتنا هي انتخابات الجزائر، وانتخابات فرنسا هي انتخابات فرنسا. فقط عندنا القاسم المشترك هي جاليتنا اللي هما ايضا راهم مغتربين وراهم يسكنوا في فرنسا. وهذه من اتفاقيات 67 بهدار منظمة الهجرة، ولدينا تاريخ كبير مأساوي، المجازر، الثورة التحريرية، ولا نختلف في تلافة عن لأننا أحزاب كبيرة، عن شعبنا. كاين خطوط حمراء، المطالبة بالاعتراف بالجلال من فرنسا، الدولة الفرنسية، مطالبة بالتعويضات المعنوية والمادية، وخاصة في الصحراء، وشفتوا جربوا فيهم النووي، شوفوا يعني لحد الآن وهم يتألمون، والانعكاسات هذيك على الأجساد تاع الأبرياء، على الأطفال وغيرها، روحوا شوفوا شنو صاير، المخلفات تاع التجارب النووية، الأرشيف، الممتلكات المعنوية والمادية، هذه كلها نبقى نطالب بها. ولا بد الدولة الفرنسية أن تسعى وتقوم بخطوات مسؤولة قلتها، وتتعدى بعض اللوبيات الفرنسية التي تؤثر في القرار أحيانا، وتريد من خلال يعني من خلال الحنين إلى الماضي أنها تؤثر. لكن الجزائر بعد 2019 عندها رجالات ونساء من القيادات، هي ما شفتش عندنا مفخرة، صح عندنا الندية وال يعني قرار سيد وقرار كذا وقرار كذا.